بسلمية بيضاء تظاهر أبناء محافظة ذي قار كإخوانهم في باقي محافظات العراق الثائرة ضد نظام الحكم الفاسد. لم يرفعوا سوى العلم العراقي خفاقة ليعبر عن مطلبهم الرئيس: نريد وطن. ولينفي ذلك عنهم كل اتهام باطل يحاول ترويجه الفاسدون. هؤلاء الشباب 60 يوم كانوا هنا ما شفنا سلاح، ما شفنا سلاح بهذا المكان. أنا من 1/10 ظل إلهم، ما كنت متصدي بس كنت واقف معاهم، واقف وياهم. أرد أقول له أنت ابني وأني وياك، أما هسه طلعت لسانك وجيت حتى تقول ما شفتك أنا دافعت عن ابني هناك. ابني من انطاح وابن أخوي ما شفتك، أما أن تقف معهم وتطالب بحقوقهم أو أن تتحيد، أن تتحيد إلى أن تتحقق المطالب بسلمية بيضاء. غير أن الأجهزة الأمنية وميليشياتها لم تكن لتترك حلما للشعب يكتمل، فراحت تحصد أرواح شباب العراق برصاصها لتأيد الحلم في الصدور ولتحبط في النفوس كل أمل بمستقبل أفضل. الله ينتقم منهم، شو أقول؟ الله ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. ليش شبابنا هاي؟ ليش يعني شنو ذنبهم؟ طلعوا يطالبون بحقهم، ليش هيك؟ ليش 16 سنة و 18 سنة؟ ليش هيك؟ الله ينتقم منك جميل الشمري، الله ينتقم منك عادل عبد المهدي، الله ينتقم منكم. حكام المنطقة الخضراء في خضم انشغالهم بإراقة دماء العراقيين فاتهم ما يحمله هذا الشعب من إصرار على تحقيق أهداف الثورة مهما كان الثمن، وما فعلوا إلا أن رفعوا سقف المطالب الشعبية لتتجاوز إبعادهم عن الحكم إلى اعتقالهم ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم. بعد أن نعزي عوائلهم الكرام ونسأل الله الشفاء للجرحى، نطالب بشدة بمحاكمة ومعاقبة هؤلاء المجرمين ابتداء من جميل الشمري وعادل عبد المهدي وقائد العمليات وجميع من اشترك في هذه المجزرة البشرية القبيحة. ثورة العراقيين انطلقت ولن يوقفها القمع الحكومي، كما يؤكد المتظاهرون بساحة الحبوب في الناصرية وغيرها من ساحات الثورة في محافظات العراق. فهل يفهم سدنة السلطة الأمر؟ أم أنهم كمثل كل الأنظمة الاستبدادية لن يدركوا مدى ضلالهم إلا بعد فوات الأوان؟